السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بيان كورونا اليوم 31/1/2022 في مصر وارتفاع في الإصابات. أعلنت وزارة الصحة والسكان مساء أمس الاثنين عن خروج 1891 متعافيا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقا إرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 358,165 حالة حتى مساء أمس الاثنين. أوضح الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان أنه تم تسجيل 2223 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحليلها معمليا للفيروس ومتحورات، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تجريها الوزارة وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتا إلى وفاة 31 حالة جديدة اليوم. دمتم في رعاية الله وأمنه، وشكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.